الشغل. أولا تنشكر الموقع العراقي شكرا على التغطية ديال الإعلامية المتميزة لأشعار المنتدى ديال الشباب ديال حزب التجمع الوطني للأحرار هنا بجهة طنجة تطوان الحسيمة في مدينة طنجة. نذكر فقط بأن هذا المنتدى الجهوي وما كيضمش فقط الشباب ديال حزب التجمع الوطني للأحرار، هو كيضم يعني حتى الشباب اللي هو كيبغي ينخرط في العمل السياسي، الشباب الباقي المؤسسات الأخرى. هنا كيبين حزب التجمع الوطني للأحرار أنه حزب منفتح على مختلف الطاقات وعلى مختلف الكفاءات ديال المجتمع المدني وديال باقي الفرقاء السياسيين. إذا هذا المنتدى اللي جاء لمختلف جهات المملكة والآن في المراحل ديالو الأخيرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، هذا اليوم المتميز اللي يعني كان من خلال الجلسة الافتتاحية اللي عرفت حضور شخصيات مهمة كالسيد رشيد طلب العالمي اللي هو المنسق الجهوي للحزب اللي هو رئيس مجلس النواب، كذلك حضور السي عمر مور رئيس مجلس الجهة ديال طنجة تطوان الحسيمة، وكذلك السي حسن بن عمر اللي هو نائب رئيس مجلس النواب، وكلهم مناضلين ديال حزب التجمع الوطني للأحرار. وبالتالي فكانت فرصة حقيقية للفعاليات الشبابية أنهم اليوم يتبادلوا النقاش ومختلف الآراء ديال الورشات اللي تم على هامش هذا المنتدى. كانوا جوج ديال الورشات الأساسية، الورشة الأولى حول الدولة الاجتماعية وهذا المشروع ديال الحماية الاجتماعية اللي هو مشروع ملكي اللي كتنفذوا الحكومة برئاسة السي عزيز أخنوش، اللي حقيقة المشروع نموذجي متميز ويخلي المملكة تكون دائما في مستوى ديال التطلعات وتكون نموذج محتذى به على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. كذلك الورشة الأخرى كانت حول مختلف الإشكاليات اللي كتواجه الشباب في العمل السياسي، وكذلك التنويع بالتجربة ديال الحزب فيما يخص إعطاء فرصة للشباب، لما شفنا مجموعة من الكفاءات الشبابية يعني ما فايتاش 30 سنة 25 سنة 33 سنة وموجودة في مراكز القرار لا في الجماعات القرارية لا في الجماعات الحضارية.